مدينة الخصاصين، منطقة البعلوة، أبو عيادة، قرية أبو عيادة في مركز التل الكبير، تبع التل الكبير. وقضية في الحقيقة هزت الرأي العام هنا في محافظة الإسماعيلية، وامتد أثرها يمكن على مستوى مصر كلها. جريمة قتل بشع جدا جدا في الحقيقة، تفاعل معها مواقع التواصل الاجتماعي في عموم مصر. معايا ومعاكم احنا هنا في بيت خلينا نقول الشهيدة في الحقيقة، لأن هي ست لها سمعة طيبة، وكانت منبع من منابع الخير هنا في هذه القرية الطيبة في الحقيقة. معايا ومعاكم من داخل منزل هذه الشهيدة رحمة الله عليها بنتها الدكتورة وزوجها الكريم، ونعرف تفاصيل أكتر. أهلا بحضراتكم. دكتورة احكي لنا دكتورة تفاصيل الواقعة فين؟ تفاصيل الواقعة يوم الجمعة 4/8، أخواتي ووالدي راحوا يصلوا الجمعة. في وقت صلاة الجمعة، في وقت الخطبة، جه إبراهيم محمد الجبابي المشهور بإبراهيم عجوة، خبط على ماما. إحنا عندنا أرياف ما بنقفلش بيبان يا فندم، فالبيبان كانت متفتحة، خبط ودخل، وقف مكان ما أنا واقفة. طلب من ماما رقم أخويا الأول، وبعدين طلب منها كوباية مية، وماما بعد ما ادت له كوباية المية بدأ ضرب فيها. كان هدفه يسرق جمعية 30,000، كان سامعها قبلها بيوم بتتكلم عندهم في المواصلات. بدأ ضرب فيها الأول في الحيطة. أنا عايزة أوري لحضرتك يعني لحد النهاردة عدى 7 شهور على وفاة ماما، مكان ضربة ماما موجود معلمة في الحيطة. أنا لما دخلت البيت ده يوم الجمعة بالليل، كان دم ماما هنا في الحتة دي كلها، على الباب ده، على الحيطة دي. كان في هنا كرسي بلاستيك مرمي متكسر على دماغ ماما، والكولمان كان جنبيه متكسر على دماغ ماما برضو. الدم لقيته هنا، لقيت السجادة دي كلها دم. المنطقة دي بركة دم حضرتك ومتغلط، لأن أنا وصلت بالليل. العتبة اللي أنا خايفة اتخبط، رجلي اتخبط فيها، دماغ ماما اتخبطت فيها 3 4 5 مرات. بعد ما ضربها هنا وهنا وهنا وجع سحلها هنا، دخل جاب مفتاح الأنبوبة، لأن أخويا كان مغير الأنبوبة لماما قبلها، فجاب مفتاح الأنبوبة ضرب ماما بيها خبطتين على دماغها. كانت ماما لسه صاحية، لسه ما ماتتش، لسه فيها الوعي، بس كانت راح هتطلع. لو كانت سابها كانت راح هتطلع، بس البي عايز يطمن إن ماما خلاص ماتت. فدخل بيقول للمرة المليون، وهفضل برضو لحد آخر يوم في عمري أقول، بيقول ان هو دخل جاب سكينه من عندنا من المطبخ، بس برضو السكينه مش بتاعتنا. السكينه انا قبل، لا قبل جواز ولا بعد جواز ولا في اي يوم من الايام شفت سكينه زي دي في مطبخ امي. لا انا ولا اختي ولا اخواتي ولا ابويا عمرنا شفنا سكينه زي دي عندنا في البيت. بس هو بيقول في اعترافات النيابه ان هو دخل جاب سكينه من جوه، ضربها على جسمها كذا طعنه، فالسكينة تلمى التانت. انا شفت السكينة متنية التانت. فيعمل ايه؟ راح رافع هدوم ماما كلها كده وحطها على دماغها، عراها، عرا الست المنتقبة اللي عمرها ما اتكشفت على حد. امي الست الغلبانة الطيبة المحترمة المنتقبة اتعرت على واحد قد عيالها، وطعنها طعنتين في جنبها. وبعدين حس ان لسه راحه ما طلعتش، بس هي كانت اوريدي ماما ماتت. فيعمل ايه؟ يشيل الانبوبه الفاضيه على دماغ ماما مرتين هنا، اتاكد ان خلاص اكيد الست دي بعد كل الخبطات دي ماتت. دخل بعدها اوضه النوم، دور في الدواليب ودور في الاوضه كلها، ويدخل الاوضه دي ويدخل الاوضه دي عشان يلاقي الفلوس، ما لقاش الفلوس. ففتح شنطه ماما، طلع البوك، لقى فيه 500 جنيه خدهم، ولقى خاتم ذهب كان بتاعي وانا صغيره ما يجيش جرام ولا حاجه، اخده. وقبل ما يطلع من البيت، ماما كانت مرميه هنا، عدى على جثه امي، عدى على ماما، ودخل المطبخ، غسل ايده، غسل السكينه، غسل مفتاح الانبوبه، غسل كل حاجه، ورجع من المطبخ، عدى عليها تاني وهي مرميه سايحه في دمها. وطلع بص يشوف في حد بره ولا ايه، ما لقاش في حد طبعا لان وقت الصلاه. وبعدين راح على شغله، ممرض في بنك الدم، ففي قافله تبرع بالدم. راح ادى شغله عادي جدا جدا جدا، ولا كانه يتم اطفال ولا كانه عمل حاجه. اخويا رجع من الصلاه، اخويا ثانويه عامه، محمد اخويا رجع لقى والدته مرميه في الارض عريانه ومتغرقه دم، ساحه في دمها ما بتنطقش، وكانت خلاص ماتت. عرفتوا ازاي يا دكتوره بالتفاصيل الواقعيه؟ هم عرفوا ان دي جريمه قتل من ساعه ما ماما وصلت طبعا المستشفى.
قعدوا يومين ثلاثة المباحث ما ناموش حرفيا، المباحث التل كبير ومباحث اسماعيليه كلها ما ناموش 3 ايام، وده مجهود فوق دماغي وبجد تعبوا معانا جدا 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 جدا، لحد ما عرفوا مين اللي عمل كده. هي واحده لمحته طالع بره يعني حوالين البيت يومها، فراحت قالت للمباحث وقتها انا شفت فلان الفلاني جابوه. قعد يومين ثلاثه ما فيش، ما لا انا مش انا مش انا مش انا، اعترف بعدها. جت المباحث قالت لنا اللي عمل كده في والدتك فلان الفلاني، خلاص خدوا عزاكم هو فلان الفلاني وان شاء الله هتاخدوا حقكم منه. قعدت شهرين برضو او 3 شهور بعد الواقعه، ما اعرفش ماما ماتت ازاي، ما اعرفش تفاصيل، خوفا على مشاعرنا محدش كان راضي يقول لي حاجه. انا كل اللي عرفته ان ماما اتخبطت بحاجه على دماغها، بس اللي يقول لي دي اتخبطت خبطه وماتت، اتخبطت خبطه واغمى عليها وماتت، دي اتخبطت خبطها وبعدين اتخبطت على الارض فالخبطه اللي على الارض اللي قتلتها، محدش رضي يقول لي بالظبط التفاصيل. فانا عرفت بعدها بثلاث شهور كل التفاصيل اللي انا حكيتها لحضرتك، كل التفاصيل البشعه اللي مفيش انسان يعملها، ده شيطان، ده شيطان مفيش انسان يعملها. مفيش حاجه تشفع لك انك تقتل ست، مفيش ما بينك وما بينها اي عداوات، مفيش ما بينك وما بينها اي صداقات، مفيش ما بينك وما بينها لا خير ولا شر. دي واحده مع عمرها لا اذتك ولا اذت عيلتك ولا اذت اي حد في حياتها. ماما ست غلبانه وفي حالها من شغلها لبيتها، زي ما حضرتك شايف احنا بيتنا احنا اسره متوسطه، احنا مش اغنياء، احنا مش معانا فلوس زي ما هو متوقع، احنا ماما موظفه وابويا موظف، قروض جمعيات، جواز، جوزوني انا واختي، تعليم، انا دكتوره واخويا مهندس، عاشت طول حياتها مكافحه، طول حياتها بتعيش بس يعني تعمل جمعيه عشان تجوزنا، تعمل جمعيه. هو شايف الجمعيات، هو بيقول في اعترافاته دي ست موظفه ومطلعه دكتوره ومهندس وبتعمل جمعيات كبيره، وانا عارف ان الجمعيات اللي بتبقى معاها بتبقى مبالغ كبيره، فهو كان متخيل ان هو يدخل البيت هيلاقي فيه 500,000، مش هيلاقي 30,000، هو ما كانش يعرف المبلغ. هو عارف ازاي ان ماما بتعمل جمعيات يا دكتور؟ ما اعرفش، هو بيقول انا عارف ان الست دي دايما بتعمل جمعيات عشان تجوز عيالها، عشان بنتها مثلا تعليمها، هو بيقول كده يعني. هو كل اعترافاته انا كنت راكب معاها وسامعها بتتكلم في المواصلات ان هي قبضت جمعيه وهتديها لحد يوم الجمعه العصر، فانا ما فيش اي فرصه قدامي غير يوم الجمعه وقت الصلاه، هو ده الوقت الوحيد اللي هتبقى فيه هي لوحدها في البيت، وانا عارف ان هي بتعمل جمعيات بمبالغ كبيره لانها موظفه ومجوزه بناتها. وايه ده دافع للجريمه؟ هل مثلا كان عليه ديون؟ هل بيتعاطى؟ هو ما بيشربش سجاره. ايوه ما بيشربش سجاره، ما فيش حاجه تشفع له، مش مدمن، ما بيشربش سجاره، ما فيش مخدرات، ما فيش اي حاجه. كل الحكايه اللي اتقالت على وصف ناس من اهله، دخل في حوارات اثار واتنصب عليه ونصب على ناس، بدا يستلف من واحد واثنين وثلاثه لحد ما اتجمع عليه مبلغ فوق ال 500,000. راح لاهله، ابوه اللي عايش في السعوديه بقاله سنين مرتاح ماديا جدا، اراضي عندهم، كل حاجه عندهم ما شاء الله، ربنا يزيدهم، مش محتاجين ان هم يسرقوا. راح قال لاهله سدوا ديونه، ما رضيوش، ممكن من مبدا ان هم يعاقبوا، انت طب انت الديون دي ليه؟ طب ما اعرفش، هم اهل في بعض، ما ابوه وامه واهله ما رضيوش يسددوا ديون، والناس اللي واخد منهم فلوس كل شويه عايزين فلوس، عايزين فلوس. تمام. طب يعني التحقيقات وصلت لعند فين يا دكتور؟ احنا اتحكم لنا لسه، اتحدد ميعاد جلسه يوم 16/3، دي اول جلسه، احنا بقالنا 7 شهور مستنيين اليوم اللي ادخل فيه المحكمه اشوفه والقاضي يحكم ما بيننا. انا لحد النهارده 7 شهور عايشه في نار، بحاول اصبر نفسي واصبر اخواتي واهدي الوضع حواليا، اقول لهم ان شاء الله ان شاء الله يوم الجلسه هناخد حقنا. رسالتك ايه يا دكتور؟ رسالتي ان انا ارتضيت القضاء، انا ارتضيت القضاء، انا محتاجه اسمع كلمه عدل، محتاجه اسمع كلمه اعدام ان شاء الله. ده كل اللي انا عايزاه، من قتل يقتل، من قتل يقتل ان شاء الله. تعالى يا حاجه كده بعد اذنك. اتفضلي يا خليكي معانا يا دكتوره. حاجه يعني طبعا احنا سمعنا قصه اللي حكيتها الدكتوره طبعا رحمه الله على مراتك، يعني تحكي لي برضه، تقول لي كده رسالتك يا حاج ايه؟ انا اولا بالنسبه للمرحومه الله يرحمها، انا كنت في الشغل وجيت من شغلي بشتغل في المزرعه يعني في شغل في الارض يعني، وبعدين جيت قلت يا ابلة جيهان بعد اذنك جهزي لي لقمه اكلها. الكلام ده كانت الساعه حوالي الساعه 11 جهزت لي، لان ماشي من بعد صلاه الفجر، جهزت لي لقمه كلتها وقلت انا هخش الشقه ديت اريح لحد ما الاذان، لحد ما القران يبدا او الاذان يؤذن وبصحيني. فقول القران بدا صحتني، قمت اتوضيت عشان اخش، اجي اخش الحمام هنا عشان اتوضى، لقيت المايه قاطعه،
الميه قطعه مثلا، فقالت لي الميه قطعه اطلع الجامع. قلت ماشي، خدت بعضي ومشيت، اولادي لحقوني بعد كده ومشينا وفضينا البيت. هي قاعده هنا في البيت لروحها بتجهز لنا الغداء. رحت الجامع، دخلنا الجامع، اتوضينا وقعدنا سمعنا الخطبه. حتى يوميها الخطبه في اليوم دوت الخطيب طول وقعدنا مده طويله. فبعد بعد ما صلينا الجمعه وجيت انا وعيالي، لقيت محمد ابني سبقني وهي داخل البيت قبل مني. لقي امه هنا عريانه في المكان دوت عريانه، والدم نازل منها زي ما كنت انت مؤاخذه في الكلمه ذابح ضحيه كده. فالحق يا بابا، امي ماتت يا بابا، وبيصرخ. فقابلته قدام البيت من الناحيه دي، انا جاي من على السكه العموميه. ايه يا ابني في ايه؟ قال يابا امي ماتت. ازاي يا ابني؟ فاني فكرت ان هي مثلا لا قدر الله الانبوبه ولعت فيها، لا قدر الله اتكهربت، لا قدر الله في اي حاجه، ما نعرفش في ايه. فجيت لقيتها واقعه هنا والدم مغرقها، وفي نفس الوقت اللي انا شفته هي الخبطه هنا في ايه؟ اللي في جورتها دي، الخبطه دي في جورتها، هي دي اللي انا شفتها فين؟ مع اني بقى دخلت موهوم. الحاج يا ابراهيم، شيلوا يا اولاد معايا، شيلوا يا اولاد معايا. شلناها وجرينا بيها على فين؟ على المستشفى. دخلنا المستشفى عمالين نصرخ وعمالين نعيط، يا رب تسترها يا رب تسترها يا رب تسترها. يقوم اتفاجئ الدكتور قال البقاء لله يا حاج، البقاء لله. في ايه؟ قالت الحاجه توفت الى رحمه الله. فطلعنا قلنا قضاء الله وامر الله نفذ، انا لله وانا اليه راجعون. فجأة وأنا في المستشفى لسه، فجأة لقيت عربية الشرطة موجودة، المباحث وصلت، لقيت يعني لقيت الأمن العام، لقيت الدنيا كلها انقلبت. طبعًا رجال المباحث عملوا شغل جبار. لقيت والله 3 أيام في البيت ما بيناموش. هم والله ما بيناموش 3 أيام على يدي. تخيل رجال المباحث طبعًا. لقيت رجال المباحث ورجال الشرطة والأمن العام والأمن الوطني، لقيت الدنيا انقلبت عليا في المستشفى. فين جوزي المتوفية؟ قلت لهم أنا. قالوا احكي لنا ايه اللي حصل؟ قلت له حاجه، انا رحت اصلي الجمعه وجيت وسايبينها بتجهز لنا الغداء، جينا لقيناها مرميه في وسط الصاله بين الحمام وبين المطبخ. هي جاي شوف انا كلامي بيقول ايه؟ جايز ان هي بتملى الكولمن واتزحلقت وراسها ديت انخبطت فين؟ في العمود اللي هنا. انا مش متوقع حد مش متوقع يعني انا رايحه على فالشرطه ردت علي قالت ايه؟ يا حاج اهدى كده اهدى كده يا حاج، وقول لنا بالتفصيل عشان في شبهه جنائيه، اهدى كده عشان تساعدنا عشان مراتك مقتوله. قلت انت بتقول ايه؟ مراتي مقتوله؟ مين اللي قتلها؟ طب مين اللي دخل بيتي؟ طب بقى اللي دخل بيتي ده هيقتل والدتي ليه؟ يقتل مراتي ليه؟ انا لا ظلمت حد ولا مسكنا في حد ولا ان عداوه مع حد، بل احنا سباقين بالخير. هي الله يرحمها كانت بص اللي في جيبها او اللي في بيتها مش ليها، للناس كلها هيك. حتى انا بقول لها لو اقفلوا الباب الحديد، معلش اقفلوا الباب الحديد، بس اقفل الباب يوم الجمعه عشان الناس اللي بيجوا على باب الله يخبطوا. الباب اللي دخل منه القاتل. والله امي ما بتقفلوش يوم الجمعه عشان الناس اللي بيجوا اقول لها اقفل الباب، دول ما سدوهوش في باب سائل ابدا. الله يكرمها. اللي سائل اللي ماشي على باب الله ده هياخد الحسنه بتاعته ازاي؟ لما يلاقي بابك مكفوت ما هيسيب المكان ويمشي. طب انا عايز اطلع الحسنه دي عايز اديها له، هو ياخد حسناته برضه مني يا ابني. اقول لها طب ماشي يا حاج، ماشي يا حاج، اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. وهي بتعمل خيرات كتير، وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. بس كل اللي احنا نتمناه من الله سبحانه وتعالى، ايوه، القضاء العادل ان شاء الله، والقصاص، من قتل يقتل ولو بعد حين. نعم دكتوره، الجريمه حصلت وقت الجمعه يا فندم؟ وقت الجمعه، وقت صلاه الجمعه، وقت الخطبه. وقت الخطبه. انا كنت في بيتي نايمه، صحيت لقيت اخواتي مكلمني فوق ال 100 مره، اخواتي وجيراني، فقمت مفزوعه في ايه؟ رنيت على ماما، اول حد انا برن عليه امي، رنيت على ماما ما ردتش، فقلت ماما ما بتردش عليا ليه؟ فرنيت على اخواتي فين وفين على مرده. كل اللي انا فاكراه ابراهيم اخويا بيعيط وبيقول لي الحقيقه امك ماتت يا ساره، الحقيقه امك ماتت. جريت على المستشفى على امل ان ماما لسه عايشه. ماما قبلها بيوم كانت مجهزه لي الغداء وجايبه لي لحد باب البيت عشان بنتي تعبانه مش عارفه اطبخ. كنت مستنيه يوم الجمعه العصر اجي اقعد مع ماما
شكرا يا ماما على الاكل اللي انت عملته لي. ما رنتش على ماما شكرتها رحمة الله عليها، عايز تقول رحمة الله عليها. المهم اول ما وصلت المستشفى قالوا لي برضو اهدي يا دكتورة، البقاء لله، بس ايه ده عشان دي شبهة جنائية. انا لسه ما فقتش من صدمة ان ماما ماتت. لقيت الشرطة طبعا اخد اخواتي واخد بابا، ما فقتش غير بعدها بثلاث ايام لما عرفت من العمل. جميل، عايز تقول يا حاجة اتفضل. دخل البيت عندي هنا. لما اطمن ولقي الناس اللي في البلد كلها دخلوا الجامع، يعني ما دخلش البيت في اول الخطبه متربص بيه، ده اللي متربص هنا في القصب او قدام الدكان بتاعهم ومراقب المكان ومراقب يشوف مين اللي طالع من البيت ومين اللي لسه في الشوارع. انتوا على علاقه بيه مثلا كجار ولا ما بتتعاملوش معاهم خالص؟ لا لا، ده احنا بص احنا ما نعرفهم كناس وهم يعرفونا كناس، لا خير ولا شر. هو ممكن اهله فاتحين محل علف في عمه، ممكن نشتري منهم زي ما اي حد بيشتري. يعني ما فيش علاقات حتى ان هم جيرانكم يعني؟ مفيش. رغم ان هم جيرانكم ما فيش علاقات عاديه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس. اتفضل. لو انا حرامي وعايز اسرق بيت، هل هسرق البيت وصاحب البيت عارفني وانا عارف ان هو جوه؟ انا هستنى لما البيت يفضى وهدخل عشان اسرق. صح. بس انت عارف ان صاحبه البيت عارفاك وقاعده جوه لوحدها، يبقى انت داخل تسرق البيت. تمام، كلمه اخيره حاجه عايز تقولها. هو دخل البيت في الخطبه الثانيه. في الخطبه الثانيه على اساس ان هو اطمن ان مفيش حد في الشوارع ومفيش حد في البيوت، الدنيا فاضيه والاماكن كلها فاضيه. دخل عمل الجريمه بتاعته، هي هي تستغيث، ما لقيتش حد يستغيث، ما لقيتش تصور. ماما قالت له جمله واحده بس، عايز مني ايه؟ عايز مني ايه بس؟ وفي حاجه برضو اكد عليها للمره الالف، ما دورش في البيت وما سرقش لما اطمن ان روح امي طلعت. لما اطمن ان روح الست الطيبه دي طلعت بدا يدور في البيت. يبقى انت داخل تقتل مش داخل تسرق. تمام، كل اللي نقوله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كلمه اخيره يا دكتور. احنا ارتضينا القضاء وانا مستنيه يوم 16/3 اسمع كلمه اعدام، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هينصرنا ويجيب حق المؤمن. كلنا ثقه في قضاء مصر الشامخ ان شاء الله، وخلص تعزينا ونحتسبها شهيده عند ربنا ان شاء الله. اشكركم يا فندم جدا.